بالنسبة للعلماء هم الذين يزيلون اللبس الذي يقع في الناس، وقد أشار الدكتور عبد المحسن إلى هذه القضية، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالرجوع إليهم في كثير من القضايا، بل جعلهم الأمان في الأمة. العالم ما ترك في حاله ولم يساوم في قضية من القضايا فإنه يجري على الحق، سواء كان مشرقيا أو مغربيا. أعظم فتنة تمر بالعالم أن يساوم على دينه أو يساوم على ماله في قضية من القضايا ترغب في توجه أو فكر أو سياسة. وهذه قد نبه عليها جماعة من العلماء، ونبه عليها من جاء في الآثار كثيرة كحذيفة بن اليمان، وهو أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما روى أبو نعيم في كتابه الحلية قال: إذا كنت تريد أن تعلم أن الفتنة قد أصابتك فانظر إلى حرام كنت تراه حلالا أو حلال كنت تراه حراما فاعلم أن الفتنة قد أصابتك. التقلبات التي تشير إليها ونحو ذلك هي أيدي خفية، وهذا نحن وإن كان لنا الظاهر ولكن ندرك في كثير من القضايا أيدي خفية حركت كثيرا من مقاعد العلماء حتى أدارتهم إلى نواحي لم يكن يريدونها. أنا أريد أن أيدي خفية أنت على الإعلام، أنت على طاولة أنا على الإعلام. أيدي خفية مثل إيش؟ يعني مش معقول يعني أيدي خفية. الله يحفظك. مساومة العلماء في مناصبهم، مساومة العلماء في أموالهم، في 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 حرياتهم ونحو ذلك. هذا الأمر لا ينبغي أن يغفل عنه في تجريح كثير من القضايا واستدرار كثير من الأحكام الشرعية. جميل. سواء في بلدنا أو في غيره أو غيرهم من بلدان العالم الإسلامي، تجد العلماء على لحمة واحدة ثم يتقلبون فيك ثم يصبحون أوزاعا. ولهذا تجد لو أردت من مسائل الدين كثير من القضايا أصبح فيها قولان في زمننا، بينما تجد على بل أكثر من قولان عشرة أقوال، ولهذا تجد على مر 14 قرنا تجد العلماء على قول واحد، ولكن في زمننا هذا لماذا؟ لأن أصبحت المساومة والترهيب. ينبغي أن ندرك هذا الأمر، أن العالم ينبغي أن يبتعد بماله ونفسه عن مواضع الفتن، ومواضع الفتن هي التي تقلب الأمور. العالم ينبغي أن يبتعد بماله ونفسه عن مواضع الفتن، ومواضع الفتن هي التي تقلب الأمور. العالم ينبغي أن يبتعد بماله ونفسه عن مواضع الفتن، ومواضع الفتن هي التي تقلب الأمور. وهذه المواضع التي تحرف العالم عن طريق الحق، أولا أن يجعل يعني أنا ما فهمت عليك، بماله ونفسه، نفسه عرفت لكن ماله يعني لا يتقاضى مثلا مرتب من الدولة مثلا؟ أولا ينبغي للعلماء قدر الإمكان أن يتكففوا، هذا من جهة الأمر، وينبغي ألا يبالغوا في مسألة الركون إلى الدنيا كأصحاب الوجاهات، سواء كانوا وزراء أو كانوا مثلا في مناصب دينية أو غير دينية. ينبغي ألا يساووا أنفسهم بوزراء البلديات ووزراء المواصلات ووزراء الخارجية. يعني تطالب العلماء لا أريد أن يزهدوا للدنيا، أريد أن يتكثروا، ولكن لا يعلقوا أنفسهم كما يعلق الإنسان مشلحة في مشجب، وإنما حتى يزال هذا المشجب يسقط الإنسان. ينبغي للإنسان أن يشارك الأمة برأيه وكذلك بإدراكه، ولكن يبتعد عن مواضع المساومة. هذا ليس قولا لي وإنما قول للسلف والنبي عليه الصلاة والسلام. قد جاء عن حذيفة بن اليمان قال: لا ينبغي للرجل أن يقف مواضع الفتن. قال: مواضع الفتن؟ قال أن يأتي إلى أبواب الأمراء. وهذا في قول حذيفة بن اليمان، مراد بذلك قال أن يقول الكذب فيصدقهم في ذلك. وأن تجد الإنسان حينما يكون الإنسان في موضع فيه مثلا مهيب صاحب جاه أو سلطان ونحو ذلك، حينما يتكلم تجد الناس كلهم يطرقون برؤوسهم يقول صح صح. ألا تجد هذه العبارة؟ هذه العبارة موجودة، وهذا نوع من التلبيس الذي يقع فيه الإنسان. أعظم خيانة للأمة أن يظهر الحق، أن يظهر الباطل من شخص يقتدى به، وهو في ذاته قد يكون معذور ونيته حسنة، ولكن يصوب له ذلك الخطأ ولا يصح ولا يبين. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قد بين كثيرا من مراتب النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأعظمها أن يقول